بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد بن عبد الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستمر في سلسلة محاضراتنا عن مادة رياضيات 206 من كتاب كالكولس 2. اليوم رايحين نتكلم عن تطبيقات على التكامل. احنا اخذنا التطبيقات في السابق عن الفوليومز، اليوم رايحين نتكلم عن ايجاد طول القوس والسيرفيس اريا، ونبدأ ان شاء الله. هذه 5.3 arc length اللي هو طول القوس. وطول القوس مو مطلوب منك إثبات كيف توجد القانون. طبعا إيجاد القانون كما تشوف بالرسمة اللي على اليسار، توجد المسافة between two segment، يعني مثلا P1 up to PI توجد المسافة، وبعدين تستعمل المين فاليو ثيرم لإيجاد الدلتا إكس، ومنها تستنتج القانون. كله مو مطلوب منك، مطلوب منك هو أن تعرف القانون وتطبقه. وكما هو واضح على اليسار، لاحظ القانون. إذا عندنا إكس تساوي أو آسف واي تساوي إف أوف إكس، فإنه إذا نريد، يعني إذا عندنا الدالة هذه دالة متصلة في الفترة الزمنية المغلقة بين A و B، Y تساوي F of X، ونبغى نوجد طول القوس. طول القوس L يساوي هو التكامل من A إلى B، بعدين الجذر التربيعي الواحد زايد DY على DX الكل تربيع، والتكامل بمعلومية المتغير X يعني DX. أما إذا كان الدالة متصلة في الفترة الزمنية المغلقة بين C و D، وعرفت على أنها X تساوي F of Y، يعني الدالة بمعلومية Y، معلومية المتغير Y، فإنه يكون القانون لطول القوس هو التكامل من C إلى D، الجذر التربيعي لواحد زايد دي اكس على دي واي، المرة دي هذه دي اكس على دي واي الكل تربيع، والتكامل بمعلومية واي. ومكتوب تشوفه على يدك اليسار. وأحل تطبيق الأسئلة، طالع السؤال الأول يقول أوجد طول القوس للدالة واي تساوي لين سيك اكس. أكتبها هنا، هذه الدالة y تساوي لين 6x. هو يبغاك توجد طول القوس لهذه الدالة، ومعطيك انه x محصورة بين 0 وباي اوفر 4 وباي على 4، باي على 4. طبعا اول شيء القانون هنا y، إذا نبغى نوجد dy على dx، انتبه، نبغى y، هنا dy على dx يساوي، dy على dx يساوي، هنا عندنا ال y تساوي ln 6x، يعني إيش الاشتقاق لها؟ واحد على ما بعد اللوغاريتمات، برضو حفظ القانون، بعدين في مشتقة ما بعد اللوغاريتمات. ومشتقة السك هي سك مضروبة في تان، سك إكس تان إكس. والآن تختصروا هنا السك مع السك تروح، يبقى دي واي على دي إكس تساوي تان إكس. هذا أول شيء نطلع، هذا أول شيء نطلعه، نبغى دي واي على دي إكس.
الآن نطبق القانون. القانون يقول ال تساوي التكامل من A إلى B. هو أعطانا الـ A بصفر والـ B باي على 4، الـ B باي على 4. بعدين الجذر التربيعي لواحد زائد دي واي على دي اكس الكل تربيع، دي واي على دي اكس طلعناه اللي هو يساوي تان اكس الكل تربيع، يعني تان سكوير اكس، والتكامل بمعلومية دي اكس. والآن هنا طالع نستفيد من القوانين، انتبه، ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي واحد، صح؟ ومنها تشتق القانونين الثانية، يعني لما تقسم كل شيء على ساين تربيع ايش يطلع، ولما تقسم كل شيء على كوساين تربيع ايش يطلع. وعندنا هنا من هذه القوانين نستنتج انه واحد زائد تان تربيع ايش تساوي، تساوي سك تربيع، صح؟ ونبغى جذر سك تربيع، يعني سك تصير، يعني التكامل من صفر الى باي على 4 سك اكس دي اكس. وهذا تكامل سهل. ايش تكامل سك اكس؟ موجود في الكتب، اذا اثباته طويل، ولكن في الكتب يحفظ على انه هو تكامل السك هي لين جوس سك اكس زائد تان اكس، سك اكس زائد تان اكس. وطبعا التكامل من كم لكم؟ من صفر الى باي على 4، إلى باي على 4. والآن نكمل نعوض طبعا عن إكس مرة بباي على 4 ومرة بصفر علشان نوجد تكامل. وانتبه تكامل السك احفظوا حفظ، هو لين جوز سك إكس زائد تان إكس. والآن لما نعوض عن باي على 4، طبعا سك باي على 4 اللي هي كم؟ جذر 2، صح؟ وتان باي على 4 اللي هي كم؟ 1. فنجي لين أول واحدة سيك باي على 4 زائد تان باي على 4، بعدين ناقص لين وفوق قوس سك عند صفر ناقص زائد تان عند صفر، وقفل. هذا ايش يساوي؟ قلنا سك باي على 4، السك هي مقلوبة الكوساين، صح؟ وكوساين زاوية 45 هي ايش؟ 1 على جذر 2، صح؟ مقلوبتها هي جذر 2، يعني لين جذر 2 زائد تان 45 اللي هي 1، صح؟ بعدين ناقص تان سك 0 بواحد، صح؟ سك 0 بواحد، سك 0 بواحد، وتان 0 بصفر، صح؟ ما نكتبها، تان صفر بصفر. والآن لن واحد هذه بكم؟ بصفر. إيش يبقى الجواب؟ يبقى لن جذر 2 زائد 1، وهذا الجواب لإيجاد طول القوس. أحل مثال ثاني. المثال الثاني المرة دي معطينا الدالة بمعلومية واي، يعني في الأولى معلومية إكس، يعني وجدنا دي واي على دي إكس. المرة دي بمعلومية واي، يعني حنوجد دي اكس على دي واي. طالع السؤال يقول اوجد طول القوس للدالة اكس تساوي، شوف المرة هذه كتب اكس تساوي 2 على 3 واي ناقص 1 اس 3 على 2. وطبعا معطيك الواي محصور بين 0 وبين 4، بين 0 وبين 4، ويبغاك توجد طول هذا القوس. قلنا أول شيء هنا معطينا الدالة بمعلومية الواي، إذا نوجد دي إكس نوجد
دي اكس على دي واي ايش تساوي، وطبعا دي اكس على دي واي ايش نساوي؟ طالع هنا الاثنين على ثلاثة ما يمنع ننزل القوة اللي هي ثلاثة على اثنين في واي ناقص واحد، القوة ناقص واحد يعني ثلاثة على اثنين ناقص واحد ايش يبقى؟ يبقى نص. يعني ايش يساوي هذا؟ عندك الثلاثة تروح مع الثلاثة والاثنين تروح مع الاثنين، يبقى جذر واي ناقص واحد. هذا دي اكس على دي واي. الآن نطبق القانون، اللي ايش تساوي؟ تساوي التكامل من A إلى B يعني من صفر إلى أربعة، جذر واحد زائد بعدين دي اكس على دي واي الكل تربيعي، هذا لما نربعه يروح الجذر يبقى واي ناقص واحد، والتكامل بمعلومية الواي يعني دي واي. والآن يساوي طبعا هنا الواحد يروح مع الواحد ويبقى جذر واي، صح؟ يبقى جذر واي يعني تكامل من صفر إلى أربعة جذر واي دي واي، وطبعا جذر واي يعني واي للقوة نص. يعني طبق القانون، إيش يساوي واي للقوة نص؟ زيد واحد، زيد للنص واحد، إيش يبقى؟ نص زائد واحد يعني واي أس ثلاثة على اثنين، على ثلاثة على اثنين، الاثنين تطلع والثلاثة تنزل، بعدين من واحد إلى أربعة. والآن عوض عن الواي بأربعة، ناقص عوض عن الواي بواحد، هنا واحد. طبعا الآن لما نعوض عن الواي بأربعة إيش يساوي؟ يساوي اثنين، طلع الاثنين على ثلاثة برا أحسن، ضرب الوان واي أس ثلاثة يعني جذر أربعة أس ثلاثة، جذر التربيع الأربعة أس ثلاثة ناقص الواحد اللي هو واحد، الجذر التربيع الواحد هو واحد، ولما تكعب الواحد هو واحد. بقي الآن تطلع أربعة في أربعة في أربعة مضروبة ببعض ثلاثة مرات وتطلع لها الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لها كم؟ يعني اثنين باثنين باثنين ثمانية، صح؟ ناقص واحد يساوي سبعة، يعني هذا القوس كله يساوي سبعة، القوس كله حيساوي سبعة، واضرب سبعة في اثنين على ثلاثة يطلع أربعة عشر على ثلاثة، وهذا الجواب النهائي للمسألة. وفي مسائل كثيرة في الكتاب راجعها شوفها، كلها مكتوبة كيف توجد طول القوس، كلها حقيقة تطبيق، وفي اكسرسايز تدرب نفسك عليه، كلها تطبيق كامل للقانون. يعني احفظ القانون واكتب وحل، كل ما إذا في مشكلة يعني تعاني منها هي إيجاد دي إكس على دي واي أو دي واي على دي إكس. هذا إلى هنا أوقف، والحمد لله، نكمل التطبيقات في الثانية إن شاء الله في المحاضرة الثانية.